مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة الكل متتبع قضية أكرم والأبعاد ديال هذا الملف. مشاهدينا الكرام، نتواجد في مدينة القنيطرة على جد مقربة محكمة استئناف في موضوع اللي كل شيء متبعوه. أول ظهور الأستاذ يزيد النعيمي محامي بهيئة الدار البيضاء ينوب عن أكرم، ومعايا بالرفقة ديالو الأب ديال أكرم اللي هو مصطفى. غادي نشوف الأستاذ ونشوف معاه الإطار القانوني وكيفاش كيشوف هذا الملف. أستاذي، قضية أكرم قضية بعدد كبير من المغاربة، أعتقد حتى السي مصطفى ملي ربط بك الاتصال حكم صلة الوصل اللي عندكم معاه، العائلة كلشي قال لك متبعين هذه القضية، دخلتي على الخط تدافع عن أكرم، كيفاش شفتي هذا الملف؟ طبيعة الحال هذا الملف تعاطفنا معه احنا كمغاربه بصفه عامه، وكافه المغاربه سواء المغاربه داخل الوطن ولا خارج الوطن، كان واحد التعاطف كبير مع السي مصطفى ومع لاله ميلودا على قبل الابن ديالهم اللي كان مفقود، وكان كنا تقريبا المغاربه كيبحثوا الى حين الحصول الى حين العثور عليه عن طريق احد الاشخاص في مراكش اللي اعتر عليه. ففور اتصال السي مصطفى بيا وتخابرت انا وياه على انني غنسجل نيابتي في هذا الملف. فاول حاجه بادرت الى ذهني انني كاين واحد الاشاعات كما كنسمعوا، انت الزميل يوسف راه ادرى بهذه الاشاعات واعلم مني بها لانك انت عايش فيها ومن يوم الاول. فكما قلت لك كان شي اشاعات ان الابن ماشي ولد ميلودا، لا راه ولد خديجه، لا ماشي ولد ميلودا لا ولد خديجه. فانا بدوري كمحامي لانني انا باش نوب على شي اطراف ولا نوب على شي اشخاص نوب عليهم، طبيعه الحال خاصني نوب ونكون عارف الحقيقه التامه، ما يمكنش غنوب وانا ما عرفتش الحقيقه تامه. فاول سؤال سولت ميلودا قلت لها واش اكرم ولدك ولا ماشي ولد؟ قالت لي ولدي بالوراق، وولدي انا اللي والدها من كرشي وتعذبت عليه 9 اشهر عاد ولدته. قلت لها واش ماكدات السي لاله ميلودا؟ قالت لي انا ماكده وعطاتني الوراق ما يفيد انه ولدها، وعرفت لي الناس اللي لاقات بهم باش انه باش اكد لي انه راه ولدها، باش انا النوب وانا النوب مرتاح، ماشي نبدا النوب انا من بعد وتبان حقيقه اخرى. فمن الاول خاص الحقيقه تبان ان اكرم ولد ميلودا، هاد النقطة نساليها من الأول لأنها كدفاع ديالها. من الأول خاص تكون عندنا الحقيقة المطلقة كما كنقولوا. فاحنا أنا من الأول بغيت نتأكد من هاد القضية أن أكرم ولد ميلودا، ملي جابت لي الأوراق من المستشفى والشهود أنهم حضروها وقابلوها وكما كنعرفوا، فتأكدنا أن أكرم ولد ميلودا. فاليوم جيت أنني نسجل نيابتي على أكرم، نسجل نيابتي على أكرم والنوب على أكرم. فاليوم سجلنا النيابة كما قلت، تأكدنا أن أكرم ولد ميلودا، وسجلنا النيابة ديالنا وصورنا الوثائق. من بعد غن في إطار سرية الأبحاث وسرية التحقيق، ما يمكنش نطلبوا معطيات أكثر كيفاش تم إلقاء القبض على خديجة، لأن الشيء كيدخل في إطار السرية والمادة 15 اللي كتنظموا القانون المسطرة الجنائية. ولكن المعطيات اللي يمكننا نوضحوا الرأي العام أنني أنا كمحامي ما يمكنش نوب على شي طرف لما تكون عندي واحد الثقه بيني وبينه. فكما قلت كانت الثقه ان ميلودا كما كنعرفوها كتعاني من واحد الاشاعات كبيره، وكما كنعرفوا حنا الام المغربيه ملي كتفقد ولدها راه ماشي كنقولوا العقل، بعد مرات كيمشي لها لان ما كتبقاش عارفه شنو كدير، باغا تلقى ولدها. فبعد مرات هي تسرب شي كلام خلق شي اشاعات، ولكن اليوم بغيت ناكد ان الاشاعات كلها مغلوطه، وانا كان متاكد منها ان اكرم ولد ميلودا. فسجلنا عليه اليوم النيابه باش ندافع على الحقوق المعنويه، انا ما ندوش الحقوق الماديه، نقول الحقوق المعنويه. ميلودا كتقولها لي وكتبقى بيني وبينها، كتقول لي تبقى بيني وبينك، ولكن انا اليوم بغيت نطلع الراي العام فيها لان ما كتمس لا سريه لا حتى شي حاجه. هو ان ميلودا قالت لي انا ما باغا لا تعويض لا والو، قالت لي انا يعطيني درهم ناخذ على ولدي، درهم رمزي، ولكن انا بغيت حق ديال ولدي اللي مشى تكرفس. وكما عرفنا وكما تبعنا وكما بان في الفيديو، السيده اللي تم القاء القبض عليها اللي كانت خاطفه الطفل اكرم، ما تمش القاء القبض عليها في شي منزل ولا في شي عند شي صديقه ديالها، تم القاء القبض عليها وهي كتمارس التسول داك الطفل المسكين. هذه راه ماشي جريمه كما كنقولوا، راه جريمه ماشي في الجرائم اللي كيعاقب عليها القانون، ولكن هي جرائم انسانيه في كما كنقولوا في المشاعر اللي كتكون ديال الام ملي كتشوف ولدها شهر كتقلب عليه في الاخر كتلقى وحده كتطلب فيه. نعم سيدي، الا سمحتي لي انا معاك في سريه البحث، ولكن كاين اسئله تطرح، اذا قدرتي انت تساعدنا ولكن اجوبه فيما يخص الطرف المعني اللي هي معتقله الان، واش كاين هذا الصمت ولا هي عطات جوابات قالت معطيات، شنو علاقتها مبدئيا بميلودا؟ ففي اطار سريه الابحاث كما قلتي احنا غنحاولوا نهضروا ونحترموا سريه الابحاث. فقانون المسطره الجنائيه كيعطي الحق لاي متهم ولا اي مشتبه فيه انه يلتزم الصمت. هذه ماده منصوص عليها ان من حقه كيشعروا بها الضابط الشرطه القضائيه انه من حقه تنصيب محامي، ومن حقه في نفس الوقت يلتزم الصمت سواء امام الضابطه القضائيه سواء حتى امام النيابه العامه، انه يلتزم الصمت في اطار القانون. فخديجه ما تمسكاش بهذه القضيه، فهي
قدمت التصريحات ديالها بعفويه، قدمت التصريحات يعني ما كانش الصمت دوات طبيعه الحال، دوات ما التزمتش حق ما ما التزمتش حق ديالها في الصمت دوات، قال داكشي اللي كيبان ليها هي، داكشي اللي اعتبراته انه بغا تقولوا قالوا، ولكن في اطار السريه ما نقدروش نقولوا شنو قالت خديجه لان نحترموا الماده ديال الاحترام السري، ولكن خديجه ماده ديال الاحترام السري عفوا ماده ديال التزام الصمت ما تمسكاش بها، بالعكس دوات وعبرت على داكشي اللي بغات تعبر عليه. واش هي عطات شي اشارات لميلودا باش تدافع على نفسها، ولا هي خديجه هزات كلشي قالت انا اللي درت كلشي؟ هذا هو السؤال اوسي، وهو سؤال غير غندور ندور ورجع في السريه، ولكن اللي بغي ناكد الراي العام ان ميلودا مسكينه راه ضحيه. انا نقول اليوم ميلودا ضحيه، ولدها حقيقي تفقد شفر، والطريقه باش تلقى عليه راه ملي كنرجع وكنقول لك الطريقه باش تلقى عليه، لان انا كنقول لك هادشي ما بغيتش انا ندخل في السريه وما بغيتش ندخل في تفاصيل اكثر، ولكن الطريقه كتاكد كل شيء. ملي كنلقاو السيده اللي واش هي خديجه كتبرأ ميلودا ولا لا؟ لا خديجه بطبيعه الحال بلا ما نتعمقوا بزاف، ولكن خديجه ما كتقول لك ميلودا انسانه كانت كتعطيني اكرم مره كنقابلو كنحضيه كنتهلا فيه، ولكن هي بحال نقول واحد نشات واحد العلاقه ما بين اكرم وخديجه، ولكن راه ما ديك العلاقه ما كتطورش اننا نقولوا راه ام ديالو، هي علاقه كنقولوا علاقه عاطفيه. فاحنا راه بعض المرات كيكون الابن ديال الاخت ديالك كيجي عندك كطيش شوكولاته هذه كتولي تبغيك كتولي عزيز عليك، ولكن ما كتوليش انك تطيك الشرعيه انك تخطفو تمارس به التسول تحرم الفلده الام الفلده ديال الكبد ديالها وديه لها خارج ديال الوطن، ولا تفكر دير به شي حاجه خارج المعروف، ولا تمارس واحد الجريمه كما قالوا لي جريمه الاختطاف، فهادشي ممنوع قانونا وممنوع ايضا دينيا وممنوع اخلاقيا. فكنقولوا الله يديم اخلاق، وخديجه دارت خطا وخاصها تتحمل المسؤوليه ديالو، هادشي اللي غنقولوا ما نتعمقوش بزاف باش ما ندخلوش في السريه. بغيت نقول لك استاذ واش هادشي علاقه بالحريق، واش كانت غتحرق بي ولا لا؟ ولكن ما عرفتش واش غادي يقدر الاستاذ يجاوبني ولا لا؟ واش الهدف ديالها كان هو انه تهاجر به هي ولا لا؟ غندورو رجع للسريه، ولكن كنقول لك اللي كانت كتمارس به التسول فغايه ديالها انها كانت كتجمع شي فلوس، واحد كما كنقولوا واحد الهدف كانت باغا تحققو، انها عارفه عارفه ان ذاك الدري مبحوث عليه وطني، ما يمكنش هذيك الفيديوهات كلهم والناس متتبع الاعلامي ان خديجه ما يكونش وصل الخبر ان الدري كيقلبوا عليه والديه، وكما كنقولوا كانت اتصالات وكانت هواتف كتتصلوا بها، يعني باينه ان كانت عندها شي نيه انها كتمارس التسول، انها باغا تجمع الفلوس باش دير شي حاجه. وفي هذه الحدود استاذي ان شاء الله ثلاثة تسعود نحضروا جلسه ديال القاضي التحقيق ودوز جلسه ديال القاضي التحقيق، وان شاء الله ملي تكون المتابعه وملي تكون الاحاله للجلسه فنطلعوا الراي العام الحقيقه كامله. غير هو بغيت نوضح للراي العام كما كنقول وقلتها في الفيديو ونعاود نقولها دابا، فهي ميلودا هي ضحيه كما كنقول ضحيه، فقدت الفلته ديال الكبد ديالها، قدر تكون شي منبر ما عرفاش تصرح ما عرفاش توضح الامور ديالها، ولكن هي راه ام بالوراق وام بالواقع والام بالحقيقه ان كيفاش ولدات وام بالمعاناه ديال الولاد، كما كنقول لك الام امك ثم امك ثم امك، السيده راه عانات مع ولدها وولداته 9 شهور ورباته، ممكن ان ديك خديجه كانت تربيه مره كتمشي عندها مره، ولكن راه في اطار ان الجيران بعض المرات راه كي حق الجار. كيبقى عندي سؤال بحكم استاذ النوبه اللي طلعتي على الملف، سك الاتهام ديال خديجه باش متابعه، فسك اتهام كما كنقولوا فكاين جرائم مختلفه، لان على الفيديو شي من الفيديو نقدروا نعرفوا حنا الجرائم، فيديو راه واضح كاين تجار البشر ملي كتجيب دري كتطلب فيها، هذا راه نوع من انواع التجار البشر شئنا ام ابينا، هذا نوع من انواع التجار البشر، كاين تسول كاين الاختطاف ملي كتزيد اكرم شهر هو غابر على والديه اختطاف، وممكن انه يكون التعذيب لان ذاك الشهر ما عرفناش هذا اكرم، يقدر يكون لان كما عرفوا الدري الصغير كيمشي نهار الاول نهار الثاني، ولكن نهار الثالث كيقول ماما 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 فينا يا ماما، ممكن انه ملي بدا كيقول ماما تعرض للضرب تعرض للعنف سواء العنف اللفظي سواء العنف الجسدي، لان ديك الوقائع كما كندخلوا راه كانت كتعيش به وكتنعس به، وهذه كلها امور يعني فيها ضرر للطفل طبيعه الحال، فيها ضرر للطفل لان بعض المرات كما كنعرفوا التسول، لان الناس اللي كيمارسوا التسول اغلبيه الوقت راه كيباتوا في الزنقه، ما يمكنش، وخصوصا هذا الملف ملي كان متتبع من الراي العام، كان ديك خديجه كما كنقولوا الراي العام كله كيقلب عليها ملي خرجت تصورها، فما يمكنش لانها غتمشي تكري الديور ولا غتمشي تبات في شي بلاصه، فاغلب الوقت غتخبى حدا كما كنقولوا ما بغيناش نستعمل هذا المصطلح، ولكن ضروره احكام، غتقدر تخبى مورا طوارو ديال الزبال، تخبى في اماكن مهجوره، وداك الدري ديك يلاه صغير وكيعاني من ديك الويلات، فكنقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، وكان زعما ام ديالو بالصاحب الام بلا ما نحضروا حنا ام ديالو بالعاطفه، فما ما توصلش مع ديك المواصل وما ديش الدري يعاني ديك المعاناه اللي ما عمره ما غينسى حياته كامله. عندي معك استاذ سؤالين صغيورين جاوبني عليهم،
بحكم خديت نبدا على الملف كاين مجهود كبير قامت به الضابطه القضائيه سواء في الهاتف ديال خديجه سواء يعني في البلوكاج اللي شفتي ديال الاموال اللي كانوا عندها يعني كاين مجهود كبير قامت به وكذلك النيابه العامه التتبع والترقب ديالها هادو نقاط مهمه في هذا الملف وكاين واحد التلاؤم دابا عندكم مع النيابه العامه من الطبيعي جدا انت كتدافع الدعوه المدنيه كاين واحد التنسيق بيناتهم بطبيعه الحال فاحنا غنحضروا في اطارنا اننا كنمارسوا الدعوه المدنيه اللي هي الدعوه المدنيه التابعه تبقى الماده 12 من قانون المسار الجنائيه وكاين الدعوه العموميه اللي كتمارسها النيابه العامه فهذا الملف كنبغيو نوجهوا شكر كبير سواء النيابه العامه اللي كتكون واحد التتبع مع المدير العام امن الوطني وايضا المدير العام امن الوطني رجال الامن ديالنا اللي بذلوا واحد المجهود جبار في البحث على الطفل اكرام راقبوا الهواتف لان شوف اي طريقه كان ممكن انهم يمارسوه مارسوه باش يوصلوا لاكرام راقبوا الهواتف بحثوا باش يلقاو اكرام وغا كنشكروا المدير العام امن الوطني لان مارست جميع اجراءات المخوله لها والنيابه العامه اللي كان واحد التتبع يومي 24 ساعه 24 ساعه لكن ما كنعرفوا النيابه العامه فهي راه كما كنقولوا كتخدم 24 ساعه على 24 ساعه كاين ديما كتلقى نائب وكيل الملك في الديمومه نائب وكيل العام في الديمومه ديما بتتبع باغيين يعرفوا هاد الحقيقه ديال الاكرام فين مشى واش هادي شي عصابه اجراميه واش شي شبكه ديال خطف الاعضاء كما كنقولوا كان تتبع كان بحث وكنشكرهم من هذا المنبر وكنوجهوا لهم تحيه الله يوفقك استاذي في هذا الملف مشاهدينا الكرام حاولت ما امكن مع الاستاذ نعيم اليزيدي نناقشوا معاه الموضوع اكرم واعطانا نبذه ويتحفظ ما امكن نظرا سيرية البحث 3/9 غادي يكون السيد قاضي التحقيق غادي يبدا الملف عند السيد قاضي التحقيق في اطار استنطاق تفصيلي عندي سؤال واحد مع السي مصطفى السي مصطفى الاستاذ معاكم حدا نبدا على الملف وما يشاع وما يتم التداول فيه كلام صعب ما عندوش الاساس كيفاش كتشوف هذه الامور ملي بديت كتعرف الامور كيفاش هو دابا حنا فاش عطينا القضيه للاستاذ باش نتفاداو ديك الاشاعات على علينا وعلى المسكينه على المراه وباش القضيه دابا الان راه دابا تلعب في يد العداله باش نبقاو حنا بعاد دابا كلفنا الاستاذ باش هو اللي تكلف لينا هو اللي عرف منين القضيه ديال هاد الاختطاف ولا هاد الحجز ولا هاد الاستغلال ودابا الحمد لله كيقولوا دابا بان الحق وزهق الباطل دابا حنا القضيه في يد العداله ما بقى لنا من الا نشوفوا العداله اللي غتاخذ مجراها خي يوسف انت كشتي دابا مرتي الحمد لله دابا بريء من ديك الاشاعات ومن ديك كل شيء ودابا القضيه هي في القضاء صافي هذا ما كان خير الله يوفق السي مصطفى استاذي تنشكرك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا استاذ نعيم اليزيدي دخل على الخط سجل النيابه ديالو يدافع عن اكرم 3/9 سيد قاضي التحقيق في اطار استنطاق تفصيلي الملاحظه المهمه في الموضوع كنا كنسمعوا قبل انه الملف يعمه الصمت ولكن ما كاينش الصمت خديجة تكلمات قالت اللي عندها والابحاث مهمه في الموضوع ايام المقبله السيد قاضي التحقيق في اطار استنطاق تفصيلي سوف يبحث بدقه حول ملابسات الواقعة من الاول والشكر الجزيل للضابطه القضائيه كما قال الاستاذ النعيمي اللي دارت مجهود كبير من جميع الجوانب سواء بلوكاج ديال الفلوس كذلك الخبره على الهواتف التتبع ديالو مع من كانت كتكلم تبعوا الامور لتبين الحقيقه في الاخير ولا ننسى استشاره مع النيابه العامه بالقنيطره تبارك الله السيد وكيل العام والنواب لهم التجربه ما يكفي بحث دقيق حول ملابسات الواقعه ما يهمنا اكثر في هذا الملف قصه للعبره كما قلت في السابق اللي عنده شي وليد يقابله بغيتي تعطي ولدك ولا شي حد يبقى عنده ولا الناس اللي بعض الامور كتعلق تبني خذ الاطار القانوني حتى لا تقع يوما ما في المحظور مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم